نقدم لكم اليوم أعزائنا المشاهدين تغطيتنا الخاصة لسيارة مميزة تتمتع بتاريخ عريق من التقاليد والتي يبلغ عمرها قرنا من الزمان للسيارات الإيطالية والسباقات الرياضية، إنها سيارة ألفا روميو 4 تأسست شركة ألفا روميو اوتوموبيلز تحت اسم ألفا عام 1910 في مدينة ميلانو بإيطاليا. وقد شاركت الشركة في سباقات السيارات منذ عام 1911، حيث شاركت ألفا روميو بنجاح في عدد من سباقات الجائزة الكبرى، وسباقات السيارات الرياضية، والسيارات السياحية. بينما فازت بأول بطولة عالمية لها في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي عام 1925 على متن سيارتها بي 2، والتي كان يقودها السائق الأسطوري غاستوني. وحققت الفوز في بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1950 مع السائق الشهير نينو فارينا حلقتنا اليوم وبدعوة رسمية من شركة كرايسلر الشرق الأوسط جاءت للوقوف على الشركة الأم فيات وتوجهنا إلى مدينتي مارانيلو وتورينو وتحديدا على حلبة اختبارات فيات حلبة بلوكا والتي تقع في ضواحي مدينة تورينو حيث كانت بداية فريقنا مع سيارة ألفا روميو فورسي جاءت ألفا روميو فورسي لتنقل إلى الذهن على الفور بعض الطرازات الكلاسيكية الأيقونية الشهيرة التي تركت بصمة هامة على تاريخ العلامة التجارية حيث تم إحياء كل هذه الطرازات في السيارة الرياضية الصغيرة الجديدة والتي تعد بحق قلب ألف النابض على حد تعبير الشركة ويظهر في تصميم السيارة تأثرها على وجه الخصوص بسيارة ألفا روميو 8 سي كومبيتيزيوني التي أطلقها الصانع الإيطالي عام 2008 ولم يصنع منها سوى 500 نسخة فقط حيث بلغ ثمن النسخة الواحدة قرابة مليون ريال سعودي وتعتبر السيارة إحدى أقوى منافسات فيراري 599 جي تي بي وتتمتع فورسي بشكل خارجي مميز ما دفع بعض النقاد إلى تصنيفها كأجمل سيارة ضمن فئتها من مركبات كوبي الرياضية الصغيرة حيث يبلغ طول السيارة حوالي أربعة أمتار مع قاعدة عجلات بطول أقل من مترين وأربعين سنتيمتر وهو ما يؤكد من ناحية على مميزات السيارة المدمجة في حين يبرز خفة حركتها من ناحية أخرى ولمنحها هذه الدرجة العالية من الرشاقة سعى مهندسو ألفا روميو إلى تعزيز الصفات الديناميكية لسيارة فورسي وذلك بخفض نسبة الوزن إلى القوة إلى أقل من 4 كيلوغرام لكل قوة حصانية وهو رقم صعب ولتحقيق هذه النسبة الصحيحة تعين على مصممي ألفا روميو أن يركزوا على القوة الحصانية أي بزيادة القوة والأداء ولكن هذا كان سيزيد من تكاليف الشراء والصيانة فقرروا أن يغامروا في طريق مختلف وصبوا تركيزهم على تخفيض وزن السيارة وذلك باستخدام مواد تجمع بين الخفة والصلابة والإتقان ويعتبر هيكل السيارة الداخلي أسطورة هندسية حيث بني بالكامل من الكربون فايبر مما خفض وزن السيارة إلى 965 كيلوغرام فقط أي أقل ب300 كيلوغرام عن أقرب منافس لها سيارة بورش كايمن إس كما تم صنع السيارة بالطرق التقليدية باليد وعبر مهندسين مختصين ينتجون ثماني سيارات فقط في اليوم وذلك في المركز الرئيسي لشركة مازيراتي والذي يستخدم حصريا لإنتاج سيارات ألفا روميو فورسي إلى جانب سيارات مازيراتي غران توريزمو في مدينة مودينا الإيطالية ونترككم مع بعض اللقطات التي سمح لنا بالتقاطها من داخل المصنع والتي توضح عمليه التصنيع بتفصيلاتها المعقده وكيف يتم بناء الهيكل من الكربون فايبر اما تحت الغطاء فزودت السياره بمحرك باربع اسطوانات سعه 1760 سنتيمتر مكعب مستوحا من محرك سياره الفا روميو جوليتا مع بعض التعديلات على المواد التي صنع منها جسم المحرك ليصبح اقل وزنا ب 22 كيلوغرام ويولد المحرك الوسطي المزود بشاحن توربيني قوه 240 حصان وينطلق بالسياره من صفر الى 100 كيلومتر في الساعه في أربع ثوان ونصف بينما تبلغ سرعته القصوى 258 كيلومتر في الساعه كما يتصل المحرك بصندوق تروس من نوع تي سي تي المتطور إلا أن فريقنا لاحظ بطئا خفيفا في التبديل العكسي مقارنة بجير السيارات الألمانية المنافسة. ولكن وبشكل عام ومن خلال تجربتنا للسيارة على حلبة بلوكا لاحظنا صلابتها على المنعطفات. فقد كانت أقرب إلى سيارات السباق من سيارات الاستعمال اليومي. كما أن صوت السيارة وشعور القيادة الداخلية يوفران متعة حقيقية للسائق ويمنحانه الشعور بالتحكم والسيطرة. وهو ما يغيب عن معظم السيارات اليوم في هذه الفئة، التي يعتمد أكثر المنافسين فيها على التقنيات الإلكترونية، بينما اختار الطليان العودة إلى الجذور، وإعطاء الشعور بالتحكم للسائق، وليس لأجهزة الكمبيوتر في السيارة. ولعل هذا يتعزز من خلال داخلية السيارة البسيطة، والتي تتمثل بمقعدين مكسوين بطبقة خفيفة من الجلد مع حركة داخلية محدودة. وكنسول وسطي بسيط يحتوي على مسجل وشاشة صغيرة الحجم مع أزرار لوضعيات القيادة الأربعة، حيث تعتبر هذه المقصورة بدائية من حيث التكنولوجيا في الداخل، ويبدو أن الهدف منها وكما ذكرنا سابقا هو إرجاع متعة القيادة الحقيقية للسائق، وليتحكم السائق بنفسه بالقيادة، بعيدا تماما عن أنظمة التحكم والإلكترونيات التي انتشرت في السيارات الحديثة. ألفا روميو فورسي تشكل عودة الصانع الإيطالي إلى السوق الأمريكي بعد توقف دام أكثر من 20 سنة وهو ما يبشر برجوع علامة ألفا روميو بقوة إلى صناعة السيارات الرياضية على مستوى العالم وخصوصا وأن ملكية العلامة الشهيرة الآن تعود إلى عملاق الصناعة الإيطالية فيت. والذي بدوره يمتلك طرازات قوية مثل كرايسلر الأمريكية وجيب ودوج وفيراري ومازيراتي وغيرها من الشركات الأخرى وهو ما يتوقع أن يستعيد ثقة العملاء في علامة ألفا روميو ويعطيها الدعم التقني والفني الذي تحتاجه هذه السيارة العريقة ومن المتوقع أن تصل ألفا روميو فورسي إلى أسواق المنطقة مع نهاية العام الحالي وعلى الرغم من أن الأسعار قد تختلف من بلد لآخر إلا أن الشركة الإيطالية تقول أن سعر السيارة سيبدأ من 300 ألف درهم إماراتي خلال زيارتنا لإيطاليا قمنا أيضا بتجربة عدد من السيارات مثل سيارة ألفا روميو جوليتا كيو في وسيارة فيت 500 أبارث وسنقوم بعرضها في حلقات منفصلة خلال الأيام القادمة إن شاء الله تابعونا باستمرار اعزائنا المشاهدين لمعرفه كل جديد في عالم السيارات ولا تنسوا ان تضعوا تعليقاتكم في الخانه المخصصه للتعليقات على موقعنا على امل اللقاء بكم في حلقه جديده نستودعكم الله مع السلامه